ناظر هذه الصحراء اللي قدامك، تقدر تعرف وين بدايتها؟ أكيد لا. تقدر تعرف وين نهايتها؟ لا. والحياة كذا، مثل الصحراء اللي قدامك، حنا اللي نقدر نأسس البدايات، ونقدر نقسم مراحل الحياة، محطات، رحلات. بس أهم شيء إن يكون عندك النية والشجاعة إنك تبدأ بداية جديدة، وترمي الماضي ورا ظهرك. تقدر تعتبر الماضي تجربة في حياتك. يا ولدي، عيش حياتك الحين، وانسى اللي فات.